يا شباب، باكر رمضان، اول يوم برمضان، وهسه لازم اتسوق مثل ما قال لي بابا. هسه بابا راح ينطيني فلوس وراح اروح اجيب احلى اكل، لحم ودجاج وخضروات، كل شي راح نجيب. اول شي هنراويكم شغله ببيتنا مستحيل عندكم ببيتكم. شباب شوفوا، عندنا مسبح. 1 2 3 وي إيه، الماي بارد. خلي يطلع من المسبح، الماي كلش بارد. يلا شباب خلي نطب البابا، لازم نطب بالرجل اليمين او اليسار ما اعرف، المهم راح اطب بالرجل اليمين. ايه ضبطتها. طبعا شباب مثل ما قاعد يشوفون ماكو اكل، البيت فارق. نصعد البابا. وين بابا؟ هذا صندوق يمكن بيه اكل باب ضامه. لا الصندوق فارق. هسه خلينا نطب يم بابا واكيد راح ينطينا فلوس او نجيب اكل الرمضان. هذا بابا، شلونك بابا؟ الحمد لله ابني، باكر اول يوم من رمضان وراح نقعد انا وانت واخوانك وماما طبعا ناكل سوا، بس اول شيء ايش راح تجيب لنا على رمضان؟ بابا راح اجيب هواي اكل، دجاج ولحم وخضروات وعصاير، طبعا عصير برتقال اللي انت تحبه يا بابا، بس اعطيني فلوس وهسه اروح للمتجر واجيب له. اعطيك 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 فلوس؟ بس انا ما معي فلوس، قلت انت راح تجمع فلوس وتشتري لنا اكل على رمضان، ليش تكذب علي؟ بابا انا قلت لك ما راح اجمع فلوس، قلت لك انت اشتغل واعطيني الفلوس، يمكن انت ما بيك حل تشتغل، قول هيجي بس ما قلت من وقت. هسه ما عدنا اكل رمضان، ايش راح نسوي يا بابا؟ اعتذر منك يا ابني بس نسيت، ما جمعت فلوس مثل ما اتفقنا. يلا هسه انت روح شوف لك شغل، داين من ابو المحلات شي وجيب لنا اكل. اوه يا شباب، ابوي ما جمع فلوس، ابوي كذب علي، هسه ما عدنا اكل رمضان وما عدنا فلوس نجيب اكل، الطريقة الوحيدة هي اروح ادايم من اول المتاجر على مود اشتري اكل لبيتنا. بس اول شي شلون راح ادايم من ابو المتجر؟ هواي متداين منه وما اعطاني، اكيد هسه زعلان مني لين كذبت عليه وما اعطيته الفلوس. يلا بابا انا رايح. هسه وين راح اروح؟ ما عندنا اكل الرمضان وباكر رمضان، ما قال لي بابا انه وقت عم اجمع. هسه وين راح اروح؟ اروح المحل جويسم على مود يعطيني اكل، لان هو انا دائما اداين منه ويعطيني وما يحكي يريد فلوس مني وما شابه، احنا اصدقاء. يلا شباب رايح المحل جويسم، بس خليني اذكر وين محل جويسم. ها ذكرت، ورا هذا المتجر، بس خلي عدل المنظور يا شباب. طنق، هذا متجر جويسم. بسم الله بسم الله، اطب برجل اليمين دائما مباشر رمضان. اي طبيت برجل اليمين. شلونك جويسم؟ وعليكم السلام يا علاوي. علاوي اقول لك، جبت الفلوس اللي اطلبك اياهم؟ مو انا محتاجهم، ما عندي اكل رمضان، حتى اذا ما صدقني افتح الصندوق ما عندي شيء ابيعه للناس، بس كم اشتاق لحم، ارجوك اعطيني الفلوس اللي اطلبك اياهم عمد اقدر اجيب لكم اكل، مو لكم طبعا، انت راح تشتري مني طبعا. يلا اعطيني فلوسي. الفلوس تطلبني اياهن؟ بس ما اتفقنا راح ادفع لك اياهن، قلت لك ورا رمضان راح اعطيك الفلوس، هسه بعدنا باكر رمضان، هسه ما معي فلوس، عادي تنطيني بالدين. وانت هذا معك اكل كثير انا متاكد، شوف عندك ستاكات مو ستاك. المهم راح اخذ ستاك لحم 4 حبات، هذا هيش يالكم يوم وارجع اعطيك الفلوس. ها موافق؟ لا انا ما موافق، اعرفك انت انسان كذاب وما راح ترجع لي الاكل اللي اخذته، لهذا السبب رجع كل شيء اخذته مني بالصندوق بسرعة، اذا ما ترجع اشتكى عليك على الشرطة. يلا اوكي الله لا يعوزني الك، رجعت كل شيء اخذته منك، ومن يصير عندي فلوس راح ارجع لك كل شيء. هسه محتاج اكل، هسه وين راح اروح؟ وعدت ابوي راح اجيب له اكل بشهر رمضان، اليوم بيت راح اروح؟ عندي فكرة، قدامي اكو بيت مال قني، هذا بيت مال قني كلش قني، والدليل شوفوا سيارته لامبورغيني اعتقد، هاي انا اسوقها بدون ما يعرف طبعا.
شوفوها تنساق احسن من ذن السيارات الكذبيات. شوفي يا شوفي شوفوا طبعا شباب وبنات طبعا المهم شوفوا شوفوا تنساق بسهولة روعة اسرع من الحصان اسرع من كل شيء. علقت السيارة علقت السيارة ما اقدر اطلعها لا بسرعة طلع قبل لا يجي القني طلعي. رجعت السيارة لمكانها وهسه راح ادخل البيت القني. دقيت الباب 1000 مرة وما حد حكى اعتقد هو ما موجود بس راح ادخل. المهم بسم الله عنده خوش مكان قاعدة بس ما عنده تلفزيون خطية. اسكت اسكت اساس انا عندي. بسم الله نصعد على الدرج بس خوش مكان رؤية. عنده اسمها نسيت اسمها هو اكيد موجود هنا. اطلع قبل لا اشوفك يا انا. ايش هذا المكان؟ اوه نسيت اسمه ناسي اسمه. كتبوا لنا شي تسمونه بالتعليقات. هنا اعتقد يحط الاكل وهنا أنا هو موجود قبل شوية شفناه. ندخل عليه نسلم عليه. مهم قاعد ادق الباب ما قاعد يطلع صوت. بسم الله اقول لك يلقني احتذر لان طبيت قبل ما دقيت الباب ولا اي شيء. هو انا دقيته بس انت ما قاعد ترد. ايه شنو تريد شنو تريد مني ما راح اعطيك اكل. بسم الله بعدني ما حاكيتك شنو ما راح تعطيني اكل. المهم انا اعرفك عن نفسي انا علاوي وفقير ومحتاج فلوس عندك. لو ما عندي فلوس انقلع ما راح اعطيك فلوس. شنو ما عندك فلوس؟ ارجوك اعطيني اكل ارجوك بس اخذ منه بشهر رمضان وبس يخلص شهر رمضان اعطيك فلوسه كله. هسه ما معي فلوس ارجوك. رحت لباقي المحلات وما حد اعطاني بس انت ظليت. ارجوك روح انا ما احب الفقراء روح.